حبايبي تعالوا كده نعمل النهارده اكسرسايز على درس مهم اسمه ريليشن بتوين تو انجلز، وهم حاجتين يا مستر مالهمش تالت، يا اما الاقي لتر ال يا اما الاقي ستريت لاين. لقيت لتر ال انت 90، لقيت ستريت لاين 150 كاسه اكتر من كده. تخيل بقى، تعالى طب نشوف في الرسمه اللي قدامي دي، ده ايه؟ ستريت لاين. حلو، يعني الاي سي ستريت لاين، فوق منه مرسومه كام انجل؟ اهو الاثنين دول ادجيسن، هما الاثنين بكام؟ 180. اشمعنى يا عم ده ستريت؟ تعمل لي فوق منه اثنين 180، تعمل لي ثلاثة 180، تعمل لي أربعة 180. كلمة هما الاثنين يعني أنا آجي أقول كده إكس بلس 2 بلس 4 إكس بلس 8، كل ده بكام؟ وقف يا مستر لو سمحت، وعايزين نشوف الحتة دي نعرف إحنا حبايبي تعالوا نقول تاني. In the opposite figure، كلمة opposite figure يعني الشكل اللي قدامك، إيه اللي أنا ملاحظه في الشكل ده؟ إكس. إن هو مديني إكس. طيب بص معايا بقى، لو أنا جيت رسمت الشكل ده وده أهو هقلده، بس حطيت هنا 40 وحطيت هنا 50، هل ده زي ده؟ حلو، إيه الفرق؟ What is the difference؟ ده في إكس وده في إكس. حلو، الراجل ده مش معاه إكس، لما يبقى ما عنديش اكس اعمل ايه؟ ايه؟ لازم يطلعوا بكام؟ لو طلعوا 90 يبقى في حاجه اسمها بيربنديكولار، ده اسمه ايه؟ بيربنديكولار. تعالى بقى للجزء ده، هنا ايه اللي انا ملاحظه؟ لما يبقى معايا اكس اقول له ايه بقى؟ اقول له الصم بتاع الاثنين دول، اقول له كلمه ايه؟ صم. ترجمة كلمة الصم أعمل إيه؟ ما بلس. لا مش ترجمة عربي. ترجمة كلمة بلس يعني أنا هعمل سوري صم إن أنا هعمل بلس. تعالى بقى نكتب، تفتكر أكتب هنا إيه؟ هقول له أكتب دي بلس دي، يعني هقول إيه بقى؟ حد يماليني 4x بلس 7 بلس 55، كل ده 9. طب نقولها تاني؟ لا. نقولها تاني؟ لا. طب بعد كده، بعد كده حبيبي تاخد النمبر مع النمبر، بعد كده اعمل ايه؟ تاخد النمبر مع النمبر، يعني اخد الاثنين اللي جنب بعض دول وادخلهم في الخلاط واجيب الانسر؟ هل الكلام ده صح؟ اعيد تاني؟ بص بقى، يبقى حضرتك هتقول 4x، خدت دول في الخلاط اهو، وادي ال 90 لسه، اعمل ايه بقى دلوقتي؟ يا اكس بعد منك ايه؟ بلس. اعمل لها ايه؟ ماي. انقلها ماي. يبقى دي 4 اكس، اروح هناك 90 هنقص منك، قولها تاني قولها تاني. حاضر، بص يا بابا، لقينا لتر ال، بسأل اللي جوه في الانجل في حاجه فيها اكس؟ ايه؟ ايوه، يبقى هقول بيني وبين نفسي كلمه ايه؟ ترجمتها ايه؟ اروح اخد بقى انا ايه؟ الحاجات الموجوده على الرسم اعمل لهم؟ يلا مليني 4 اكس. ايوه بلس 7 بلس، عشان لسه في تاني. حلو خالص، اسمع يا مستر، انا عندي تو سايدز، عندي حاجتين، عندي ده ليفت سايد وعندي دور رايت سايد، اخد النمبر اللي جنب النمبر اعمل لهم بلس عشان في بينهم بلس، يبقى ادي ال 4 اكس، وده ادخلها في الكالكوليتور تطلع زي ما تطلع ما بحفظش، وادي ايكوال 90. ستوب، نعيد تاني، روح حبيبي اعمل كده، نعيد تاني. بقى عندي 4 اكس، اقول له استنى
بعد منها ايه؟ بلس. اعمل لها ايه؟ انقلها. انقلها. فيبقى دي ايكوال في بيتها وال90 في بيتها وجاية لها 62. قول تاني؟ قول تاني؟ هشتغل الاثنين دول برضو بالكالكوليتر. يبقى ال 4x ايكوال 90 ماينس، ما بحفظش يا مستر، تطلع زي ما تطلع. اجي بقى اقول لنفسي يا اكس قدام مني كام؟ 4. احنا قلنا لو معاها 2 نعمل ايه؟ divide 2. لو معاها 3 divide 3. لو معاها 4 divide 4. يبقى حضرتك تعمل divide 4 ال 2 sides، طنط اكس هتطلع لك 7 ديجري وشكرا. نقول تاني؟ نقول تاني؟ طب تعالى نقول تاني بس هعمل ستوب. حبايبي تعالوا نقول أول حاجة، ركز معايا. لما الاقي سكوير كورنر تقول ايه؟ تقول الاثنين دول اكتبهم جنب بعض وبينهم بلس ايكوال 90. ما انا مش هقول بقى رايت خلاص. بص الاثنين دول يعني 3x ماينس 15 بلس 30 90. صعب ان انت تعمل كده؟ متاكد؟ هعمل ستوب عشان نمشي خطوه خطوه مع بعض. يعني يا مستر ستوب؟ يا مستر انت دلوقتي مديني، حبيبتي تبص معايا ممكن، مديني لتر ال، مديني سكوير كورنر اهو، مديني تو انجل ادجيسنت جراند. ايه اللي اكتبه اول خطوه؟ بعد اذنكم انا هاخد احمد هيثم، حل المساله بجداره. قول حبيبي لا خلاص شكرا. لا وانت هتقرا لي من الورقه؟ انا كده ازعل. ايوه كده اكس ماينس واي. ايوه كده بلس 70 ايكوال يعني ده وده بلس 70 مش 70 كل ده ب 90. هل الخطوه دي صعبه؟ مشكلتك ان انت حتى مش عايز تقول. يا اخي اتكلم مع نفسك واسمع. طيب نشوف بقى الخطوه الثانيه. الراجل ده عمل كل حاجة منتال في عقله. طب ما تيجي انا اقول لك بقى يا مستر انا هشتغل الناحية دي، مش دول تو نمبرز جنب بعض؟ اه. ادخلهم في الكالكوليتر. يلا حبيبي همشي معاك خطوة خطوة، دخلهم في الكالكوليتر ووريني. ها اللي معاه آلة يشتغل معايا. يبقى هنكتب ايه الأول؟ حاضر 70 حبيبي مش 70 70 منك. يبقى ادي يا مستر نيجاتيف 5 وادي بلس وادي 70 ونقول ايكوال. طلعت كام يا حبيبي؟ يعني يا مستر بدل ما انا في المساله تو نمبرز خليتهم واحد 65 كل ده 90. هل الكلام ده صح؟ طب اعيد تاني. بعد كده مش احنا قلنا لو لقينا نمبر بعد الاكس انت ايه؟ انت ايه؟ يبقى انا اوديك هناك ايه؟ بس اعملها في خطوه جديده. يبقى ادي 90 جايه لها 65 كانت بوزيتيف راحت نيجاتيف، اشغل الخلاط تخلص المساله.